أهلا وسهلا. اليوم حاسوي كبسة تونة. أوكي، قبل لا أكمل بس خليني أقول لكم، أنا الوصفة هذه برا الكومفورت زون حقتي، يعني ما أكون مرة مرتاحة وأنا بسوي أكل زي كذا، لأني أنا ماني مرة شاطرة في الأكل اللي هو مسبك أو الأكل اللي هو كذا كبسات وأرزاز، بس المفروض تكون سهلة، وإذا أنا حتزبط معي أكيد حتزبط معاكم. أنا أخذت طريقتها بالملي من حماتي، وحقت حماتي مرة لذيذة. المقادير بالتفصيل حكتبها بعدين، بس باختصار: تونة ورز أمريكي، طماطم وفلفل رومي، أنا بستخدم الأصفر لأني بحاول أقنع نفسي أصير أحبه، أنا مو مرة أحب الفلفل الرومي، ليمون، ثوم وبصل، معجون طماطم، وعندي هذه ارتجال من عندي عملتها اللي هو المخلل الليمون، في ناس يحطوا اللومي اللي هو الليمون الأسود، ملح وزيت نباتي والبهارات هنا، بعدين حكتب لكم هي بالضبط إيش الخضار. إيش حسوي فيها؟ الليمون قطع هأحطها زي ما هي كاملة، والنص الثاني هأعصره. بالنسبة لليمون المخلل ما هأستخدم القشر من برا، هقصها بالنص وأخذ بس اللي من جوا زي اللي يستخدموه في الأكل المغربي، هأخذ بس الجزء هذا الداخلي، هذا شايفينه هو ده اللي هأخده. شايفين الاختراع ده حق التفاح؟ أنا أستخدمه مع الطماطم، رهيب، يريحني. أشيل الجزء الداخلي ده، أشيله القاسي من الطماطم وخلاص، بعدين أفرمها عادي، مرة أريح. أول شيء عملته إن أنا حطيت الزيت النباتي مع البصل، وهخليه شوية يحمر. بعد ما البصل اتحمر شوية أحط الثوم وأقلبه تقريبا يعني نص دقيقة. حطيت صلصة طماطم وهقلبها. بعد كده هنزل كل الخضار اللي أنا قطعتها، ودحين هنزل البهارات. عندي ورق غار وبهارات مطحونة، عصير نص ليمونة كمان، وهذه الخلطة اللي لازم تتسبك، هذه الأساس حق الوصفة، فحسيبها كده تتسبك شوية وتتقل، ودوبوها شوفوا ايش احتاج لها بهارات زيادة، ايش تبوا تحطوا لها. طبعا انا من ضمن البهارات كنت حاطة ملح، بس ماني مكترة مرة، احس التونة فيها ملوحة، والمخلل اوريدي مالي حق الليمون، انا حطيت يمكن كم حبة. حماتي تقول كل ما كتر الخضار فيها كل ما تكون ألذ، يعني كل ما كان طماطم أكتر فيها، فلفل رومي، يمديكم تحطوا هنا قرن فلفل، بس أنا عشان صوفيا حتاكل منها فما حقدر أخليها حارة، بس لو كانت سبايسي أكيد حتكون ألذ. قررت في آخر لحظة إن أنا أحط فلفل رومي أخضر، مع إني ما أحبه بس إيش أحسه حيديها لون، وعملته كبير عشان أقدر أنقيه أشيله. هأحط نقطة موية بس عشان أساعدها كده إنه هي تتسبك أكتر. لما قلت لكم تتسبك يعني تتسبك من قلبها، يعني سلها دحين 10 دقائق بتنطبخ على حرارة وسط. ليش أنا ما أكتب المقادير من البداية؟ لأني أغير في الوصفة، يعني زودت ليمون، زودت قطع الليمون، زودت الفلفل الرومي، فاعتمدوا على اللي أنا حكتبها في إنستغرام وفي يوتيوب الكتابة. المهم سو بعد كده، بعد ما تسبكت خلاص، آخر شيء هحط التونة، وححاول ما أحرك كتير عشان لا أكسرها. هذه التونة بقلبها مرة بشويش، دقت الخلطة مرة لذيذة، مرة لذيذة حقيقي، طعم ممتاز. المهم هحط الحين الرز، هذا الرز منقوع كان صفيته. في طريقتين، في ناس لقيتهم الرز يطبخوه نص طبخة وبعدين يحطوه، أنا زمان حاولت أسوي كبسة وسويت الحركة دي، ما حكيكم إيش صار معي، مرة تعجن، فسويت على طريقة حماتي اللي هي تحط الرز ما هو مطبوخ. الرز ما خلطته مع الخلطة، بس حطيته كده وهزيت اللي بينطبخ فيه عشان يصير مستوي، وححط على الموية وأطبخه. الموية بس يدوب تغطيه فوقها بأصبع تقريبا. طيب شوف كمية الموية فوق الرز بشوية، هنطبخه زي الرز المصري عادي، أول شيء على حرارة وسط ألين ما الموية تبدأ من الوش تغلي شوية وتبدأ تقل، شيء بسيط تكون قريبة من السطح. بعد كده حوطيها على أوط حاجة موجودة عندي وحغطيه، وحخليه ينطبخ تقريبا يعني نقول 20 دقيقة. فكيتها بعد 20 دقيقة ودقت كده وصلة من هنا، والله الرز مستوي ولذيذة، يعني زبطت معي من أول مرة، فما أظن إنه هي حاجة صعبة. هأصورها وإن شاء الله أنزل لكم الوصفة. دوبي دقته وأنا بصور مرة ثانية، مرة لذيذ. حطيت معه مخلل المانجا اللي هو الأنبا، مرة لذيذ مخلل المانجا صراحة، مرة أحبه. الرز بفلفل مرة ممتاز، التونة شوفوا قطع الرز، أظن في مصطلح يقال أو كلمة تنقال اسمها نثري، إذا أنا ماني غلطانة نثري أظن يعني مفلفل عندنا كده نقولها، فمرة عجبني، شكلي حسوي لكم أرزاز مرة كثير. بالعافية.